حنا السكان ديال قصر البحر الزنقة 16 حمام الفن. كيف كتشوف هاد الكارثة؟ ها هي الحفرة بعدا الماء كيدخل تحت الديور، القاعد وصل مفركع من شهر 8 وحنا كنعيطو ليهم كيقول لك عطينا رقم المرجع، كنعطيهم رقم المرجع ما كيعاودوش يجاوبونا. اليوم في الصباح صيفطوا لينا كاميو جا غير طل وزاد، ما فهمتش هاد الناس اش بغاو. جا واحد مرشح قبل الانتخابات قال لك انا من العداله والتنميه دزت بالليل ضربتني النفس على هاد القادوس، صوتوا عليا وانا راني معاكم وانا هادي نجح ما بقاش بان. وهاد القاد الماء هاد الحفره راه كتدخل الماء تحت الديور، راه مضرورين هاد الناس. الصباح راه دخل الماء للكراج ديال السيد حيدو غير بسطوله، واش كيتسناو تتوقع شي كارثه بحال ديال سباته عاد يجيو البومبيه ويجيو كلشي؟ الله يعلم. هاد الناس مشينا الصباح مشينا اللي ديك قال لي السيد واش شوف هاد اللي ديك هادي اللي كتستاغل الشعب، قال لي تعيطوا لنا غنجيو. واش حنا مشينا عندهم وما خرجوش كيقول لك غنجيو؟ هاد المشكل راه من شهر 8 الله يعلم.